نعم شيخنا كريم، نواصل. من صلى نعم وعليه نجاسة هو يعلم ولكنه كان ناسيا أو كان جاهلا. نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حررنا أولا أنه إذا علم بوجود النجاسة فإن صلاته باطلة عند جماهير أهل العلم. إذا كان يعلم بوجود النجاسة لكنه نسيها ودخل في الصلاة، طب لو تذكر في الصلاة إذا استطاع أن يزيلها دون أن يكشف عورة أو أن يتحرك يعني عن اتجاه القبلة، إذا استطاع أن يزيلها يزيلها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأت الحديث لما أمره جبريل وقال له جبريل عليه السلام اخلع نعليه. إن لم يستطع وعلم تذكر ويعلم بالنجاسة لكنه كان نسيها فتذكر أثناء الصلاة فعليه أن يخرج من الصلاة، استطاع أن يزيل يزيل، إن لم يستطع يخرج.